تخيلوا ان كوكب الارض اللي احنا عايشين فيه مليان كمية حيوانات وكائنات حية واسماك وي 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 وي. من اخر الدراسات اللي اتعملت في سنة 2011 واتنشرت في دورية بلوس بيولوجي ان عدد الكائنات الحية اللي موجودة على الارض لحد دلوقتي 8.7 مليون كائن حي، 6.5 مليون كائن حي بري، و 2.2 مليون كائن حي مائي. ومن ضمن الكائنات ديت، رغم كل الكائنات ديت، الا ان هم قالوا في الدورية اللي نشر والدراسات اللي اتعملت ان 86% من الكائنات البرية لحد دلوقتي ما تمش اكتشافها، و 91% من الكائنات البحرية لازالت غايبة عن عينينا. وتخيلوا ان من وسط كل الكائنات الحية البرية وي وي وي، تخيل لما انت تبقى قاعد في بيتك وإذ فجأة تلاقي حشرة يركبك متأميت عفريت، يا اما عايز تمسكها بالشبشب وتضرب، يا اما تجيب مبيد حشري وتضرب، الا حشرة واحدة. الحشرة دي انت بتشوفها رغم انك انت مش عايزها في بيتك الا انك بتحبها، الا وهي النمل. السلام عليكم، معكم اخوكم محمد عاصم، اهلا وسهلا بكم في القناة ومنوريني دايما. النمل، مفيش بيت في بيوتنا الا ما دخلوا نمل، اي مكان بتروحوا لازم تلاقي فيه نمل، وباستثناء ان في ناس بتحب وجود النمل وناس معظم الناس ما بتحبش وجود النمل، ان اللي مفيش حد بيكره النمل. النمل كائن جميل جدا ومن احد العجائب الكبيرة برغم صغر حجمه، الا ان في معلومات في قمة الروعة اللي ممكن بنعرفها عن النمل. وفي الفيديو النهاردة هقدم لكم عن اعجب 10 معلومات عن النمل ممكن ناس كتيرة فيكم ما تعرفهاش. 10 معلومة هنبتدي بيها اللي هي النمل. النملة عندها القدرة بالرغم من صغر حجمها جدا سبحان الله، الا ان النملة لديها القدرة ان هي ترفع وتشيل وزن 10 ل50 مرة من اضعافها، يعني من ضعفها، من 10 مرات الى 50 مرة. تخيل النملة. مش كده وبس، كمان ده في نوع من انواع النمل اسمه اللي هو النوع الاسيوي الحائك اللي ممكن يوصل ل100 مرة. تختلف من انواع لانواع النمل، ان احنا عندنا انواع النمل كتير جدا، فتقدر النمله الاسيوي الحائك ان هو يشيل 100 مره ضعف من كتر وزنها. وبترجع قوه النمل رغم صغر حجمها جدا، الا ان صغر حجمها دوت هو السر في قوه جسمانها امام الاثقال، لان تم دراسه في جامعه اريزونا ان قوه النمله ديت بترجع لان المساحه المستعرضه في رجلها والعضلات مختلفه عن كل الكائنات الحيه اللي بتديها قوه ثبات وقوه تحمل في اثناء رفع الاوزان الثقيله عليها. المعلومة التاسعة عندنا ان النمل ما عندوش رئتين. فعلا النمل ما عندوش رئتين، لصغر حجم النملة سبحان الله ما عندهاش اي رئة خالص. طب ازاي النملة بتتنفس من غير الرئة؟ النملة فيها مجموعة من الثقوب، او زي ما يكون ثقوب موجودة في جسمها، وبتشكل عبارة عن انابيب دقيقة جدا. الانابيب ديت متصلة في جسمها ما بينها وما بين بعض، وبتقدر من خلالها انها تدخل تمتص ويدخل ليها الاكسجين وبيدخل على جسمها. ده بالاضافة ان حركة النمل كمان بيساعد على استخلاص نسبة الاكسجين ديت اللي بتدخل جوه جسمها. وفي نفس الوقت برضو زي ما النملة ملهاش رئتين، برضو النملة ملهاش ودان. طب هي بتسمع ازاي؟ هل النملة ما بتسمعش، ولكن هي بتستخدم عبارة عن الترددات والهزات اللي بتحصل. يعني في كل حركة بيحصل فيه نوع من الترددات، بتقدر النملة انها تترجمها لمجموعة من الاصوات. وكذلك البحث عن الطعام والبحث عنه ما بينهم وما بين بعض بيتم باستخدام الترددات. المعلومة التامنة عندنا ان النملة ليها معدتين. ده مش لان هي طماعة ولان هي بتاكل كتير زيادة عن اللازم، ولكن ليها معدة بتاكل عن طريقها لجسمها هي، والمعدة التانية علشان ان هي تقدر ان هي تحط الغذاء لزميلاتها، لان النملة عبارة عن مجموعة من الكتايب، وكل مجموعة وليها وظيفة معينة ومخصصة. وبتسمى العملية ديت بتتسمى بالتربولاكسس. والتربولاكسس ديت هي عبارة عن ان النملة تاخد غذاء ليها وغذاء لزميلاتها، بحيث ان هي لما بعد ما بتلم الغذاء بتاكل هي، وبتاخد الغذاء وبتوضعه في المملكة بتاعتها عشان بقية زمايلها وبقية التخزين. ده بالاضافة كمان ان النملة في اجسامها بتصدر عبارة عن مواد كيميائية. المادة الكيميائية ديت بتتسمى الفيرمونات. الفيرمونات ديت عبارة عن جسمها بيفرز المادة دي علشان تقدر ان هي توجد لبقية زمايلها الاماكن اللي يمشوا عليها. ده بالاضافة هي ممكن
تصدر او تطلع الفرمونات ديت كنوع من انواع التحذير لبقيه النمل، او ان هي تقدر ان هي تنادي على بقيه النمل من خلال انها جسمها يرسل الاشارات الكيميائيه المعقده جدا اللي هي بتسمى الفرمونات علشان زمايلها يقولها في المكان اللي هي عايزاه. عالم غريب وعجيب ومعقد الى اقصى درجه زي ما انتم شايفين. 7 معلومه عندنا ان عدد انواع النمل اللي اكتشف لحد دلوقتي اكتر من 12,000 نوع، ده بالاضافه كمان ان عمر النمل اقدم بكتير جدا جدا من عمر البني ادم. البني ادم العلماء، مش كلامي انا، العلماء اللي بيقدروا الهومو سابينس ان عمره على الارض حوالي 200,000 سنه، بينما النمله عمرها 120 مليون سنه من عصر الديناصورات، من العصر الطباشيري، ولما انقرضت بعدها الديناصورات الا ان النمله عايشه من 120 مليون سنه على كوكب الارض، وده بيدل على ان الانسان هو يعتبر احدث كائن حي موجود على كوكب الارض، أو إن هو بيبي أو طفل بالنسبة لعمر الكائنات الحية وخاصة عمر النمل. 6 معلومة إن النملة عندها أسرع حركة ممكن بتعملها في وسط الكائنات الحية كلها. عندها فكين زي ما أنتوا شايفين، بالفكين دولت إن هي تقدر إن هي تنقض على الفريسة بتاعتها بسرعة 140 ميل في الساعة الواحدة. أنتوا بقى تخيلوا إن هي بالسرعة دي رغم صغرها جدا جدا إلا إن هي تقدر تنقض على أي فريسة بحركة الفك بتاعتها دي بسرعة 140 ميل في الساعة. ده بالإضافة كمان إن هم لقوا إن أكبر عش موجود على كوكب الأرض للنمل كان في منطقة في الأرجنتين، كان عبارة عن ملايين من التجمعات النمل، وكان عبارة عن مجموعات كانت عاملة مساحة 3700 ميل مربع. أنتم متخيلين؟ واكتشفوا أكبر عش على كوكب الأرض في سنة 2000. ده بالإضافة كمان إن النمل هو الكائن الوحيد اللي موجود على كوكب الأرض كله باستثناء القطب الشمالي والقطب الجنوبي ومعاد بعض الجزر النادرة جدا، لكن في بقية كل كوكب الأرض مفيش مكان إلا ما فيه نمل. تخيلوا بقى إن النمل على قد ما هو مجتمع شكله بسيط جدا بالنسبة لك إلا إن هو مجتمع معقد جدا جدا، بيتكون من ممالك ومقاطعات ومستعمرات، وممكن مستعمرة من ضمن المستعمرات تهجم على مستعمرة من النمل اللي جنبها علشان تقدر إن هي تاخد منها الغذاء واليرقات بتاعتها، ودي بتسمى في العلم الأحياء دوليسز، اللي هي هجوم مستعمرة من النمل بجيوشها على مستعمرة تانية وتقدر تاخد خيراتها. ده بالإضافة كمان إن المستعمرة التانية عندها جيش وبتحاول ان هي تتصدى للجيش دوت، والمستعمرة اللي بتهجم وبتاخد من النمل بتاعها دي بتسميها دلافز، والمعنى ليها ان هما بياخدوا نمل وبيعتبروهم عبيد، بيشغلوهم بالسخرة عندهم في المملكة بتاعتهم. 4 معلومة عن النمل، ان النمل يعني من المعروف في بعض انواع النمل ان الذكور بتاعتهم ما بيعملوش اي حاجة. في بعض انواع النمل الذكور بتاعتهم وظيفتهم هي التزاوج مع الملكة، والنملات هما اللي بيعملوا كل حاجة. وفي البعض الاخر زي النمل الامازوني بيعمل حاجة اسمها السكشوال، اللي هي عبارة عن استنساخ هي النملات اللي بتعملها، بحيث ان النملة ما بتعملش عملية التبويض المعروفة زي بقية النمل، ولكن النوع من النمل ده بيقدر ان هو ياخد من نفسه ذاتيا ويعمل استنساخ ذاتي. واعتقد ان المجتمع دوت زي ما انتوا شايفين بيبقى مجتمع انثوي، ما بيبقاش فيه اي انواع من انواع المجتمعات الذكورية اللي موجودة في النوع الامازوني من النمل ده. بعض الحشرات عمرها ايام، وبعض الحشرات عمرها اسابيع، وبعض الحشرات عمرها شهور، لكن ما نسمعش عن حشرات يعني عمرها سنين طويلة. في بعض من أنواع النمل، بعض من أنواعه، الملكة بتاعته ساعات بيوصل عمرها ل30 سنة. انتم متخيلين؟ يعني اطول من عمر كائنات حية زي الكلاب والقطط وكائنات اخرى، بس ده بينطبق في بعض الانواع من انواع النمل الملكة هي اللي بتوصل للسن دوت، وفي الوقت ده كل ما بتعيش بتبقى قوتها بتبقى اقوى، وبيحيط حواليها الكتير من النمل اللي بيحاول ان هو يحافظ على حياتها. تاني معلومة عندنا ان النمل يعتبر من اذكى الكائنات، مصنف من اذكى الكائنات الحية اللي موجودة
موجودة، لان اصلا راسها وكمية التعقيدات اللي موجودة جوه راسها بالنسبة لجسمها تعتبر عالية جدا. ده بالاضافة كمان ان النملة وفي لحظة ما هي بتموت جسمها بيطلع مادة كيميائية معينة بيفهم بقية النمل ان هي ماتت علشان يروحوا وياخدوا جثتها. ده كمان ان النملة عندها القدرة على ان هي ما تغرقش حتى في اصعب الفيضانات. فلما بيحصل عبارة عن ماء كتير النمل بيتجمع مع بعضه وبيشكل عبارة عن كتلة مسطحة وبيحط بعضه فوق بعضيه، بيبقى عامل زي الحصيرة النيلية او اللي هي الشكة زي الفوم اللي هو بيقدر يتحرك مع المية بشكل غريب وعجيب، لانه بيتمتع بمستوى ذكاء عالي الدقة سبحان الله. بالرغم من ان البني ادم يقدر عدده بحوالي 7 مليار نسمة، الا ان النملة اتعملت مجموعة من الدراسات والابحاث لعدد النمل او تقدير عدد النمل، لقوا ان عدد النمل اللي موجود على كوكب الارض ليس بشكل حصري ولكن بشكل تصوري 10 كوادريليون نملة. يعني تخيلوا ان 10 وجنبها 15 صفر نملة، ده عدد النمل التقريبي اللي موجود على كوكب الارض ما بين فصائل النمل. وبمناسبة فصائل النمل، في نوع من النمل من ضمن الفصائل او الممالك اسمه سي اوبسيريور. السي اوبسيريور او المملكة او النوع دوت والذكر هو الكل في الكل، مفيش اي ذكر من يقدر ان هو يهوب ناحية المملكة، لان هو موجود قوي وشرس ما يستحملش حتى يقعد يبص كده ما بين اليرقات ويبص ما بين البيض ويشوف في ذكر طالع ولا لا هيطلع، واول ما يلمح يقوم مموته بدم بارد علشان ما يبقاش في ذكر موجود غيره. ولو عدى يوم وجه التاني وكبر شوية بتحصل ما بينهم معركة. بنسبة 14% بس النملة الصغيرة هي اللي بتنجح، ولكن بنسبة متوسطة النملتين ساعتها الذكور بيموتوا، لان هما الاتنين بينتجوا نوع بسيط ومعقد من غاز الأعصاب اللي بيقتلوا ببعضهم. دي بعض المعلومات البسيطة، 10 حقائق عن النمل. أتمنى إن المعلومات البسيطة دي تكون عجبتكم. لو عجبك الفيديو ما تنساش تدوس لايك على الفيديو، ولو مش مشترك في القناة ما تنساش تدوس سبسكرايب أو اشتراك في القناة. واشوفكم على خير، سلام عليكم.